تبعي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قبل ما نحكي عن فيديو اليوم وكل هالقصص، بدي عن جد اتشكركم على كمية الحب والدعم اللي وصلتني على الفيديو الماضي. بصراحة انا كنت كتير كتير خايفة من الفيديو الماضي، بس كتير انبسطت من التعليقات الحلوة والدعم اللي وصلني عليه. عن جد كتير 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 بتشكركم، وبتشكر نورس لانه شافت الفيديو وقالت لي فدوه فكتير كتير بسطتني، ونورس يو ريلي ميد ماي داي، انه كتير كنت مبسوطه فيه، فهيك حبيت بسالكم شكرا. اما فيديو اليوم فهو مهدى للمبتدئين. رح اعمل هذا اللوك اللي كتير بسيط للعيون، رح فرجيكم دمج الالوان، ورح احكي لكم عن اساسيات مكياج العين بثلاث خطوات. رح فرجيكم كيف تحصلوا على لوك بسيط وسهل ويومي وما يبين انه والله عاملين كتير او حاطين كتير. اذا انتو طلاب ثانوي عندكم طلعة بعد الظهر، او انتو طلاب طالبات جامعة بتكون شيء خفيف وسهل لكل يوم وما يبين كمان كتير كتير تقيل من الصبح، وما عندكم كتير هالخبرة، فهذا الفيديو هو لكم. اتمنى من كل قلبي انكم تستفيدوا منه. بالنسبه لباقي الوش في فيديو خصوصي له، راح تكون الرابط له بقسم التعليقات، عن الاساسيات الفاونديشن او كريم الاساس. وبالنسبه للمسكرة كمان في له فيديو كمان راح تكون الرابط له تحت. اليوم بس راح احكي عن ظلال العيون، شو الادوات اللي استخدمتها، شو الالوان، وشو بدائل الالوان اللي ممكن تستخدميها اللي ممكن تكون موجودة عندك. إذا حابين نشوفوا شو هن هالخطوات خليكن متابعين ويلا نبلش. أول شي بدي أحكي عن الأساس. مثل ما بفيديو الفاونديشن ما حطينا برايمر أو أساس قبل ما نحط كريم الأساس، العين كمان نفس الشي. هلأ شو هي وظيفة البرايمر أو الأساس؟ وظيفته إنه مثل اسمه يعني بيشتغل كأساس لتبني فوقه الالوان مزبوط، بيعمل لك المنطقه سلسه، بيوحد لك لونها. هلا انا عندي كتير عروق على جفني، بيوحد لك هاي المنطقه لحتى تحسني تشتغلي في الالوان بعدين مزبوط. بيمنع الالوان انها تتفادى تمحى خلال النهار، وايضا بيعمل على انه الالوان تظهر انها تكون more pigmented، نضعتي لونها بشكل اكتر. اذا شرحتها مزبوط واذا انت عندك الجفن تبعك كان اويلي، كان في دهني، راح يحد من انه الزيوت تطلع خلال النهار وتخطط لك الشادو او الظلال. ما عارف احكي اليوم. اوكي هلا لهالخطوة انت بحاجة لأحدى الخيارين، يا اما تشتري شادو بيس او الاساس، او اذا ما عندك اياه او ما بدك تشتريه فيكي تستعملي الكنسيلر او خاف العيوب. انا رح استعمل الكنسيلر اليوم، رح استعمل من كاتريس، رح احطه على الجفن، رح استعمل اصبعي. ما بدك تستعملي اصبعك، فيك تستعملي ايضا فرشاي، ولكن انا اليوم حابة اني حد من استعمال الفراشي، حتى افرجيكم انه ما بدكم تشتروا كتير قصص لحتى تحصلوا على اللوك اللي بدكم اياه. هلا شفتي انه حطيتي كتير، بكل بساطة فيكي تاخدي البيوتي بلندر او سفنجة الدمج وبس تعملي تقطبي على الجفن لحتى ياخد الزايد. ليكو الفرق بين العينتين، اول شي هاي العين من مضوية اكتر، يعني حتى انا اذا بس بدي احط بس ماسكر على هالعين رح تطلع احلى، او اذا حطيت اي لون على هالطرف رح يطلع غير اللون اللي بهذا الطرف، بهالجهة رح يطلع اللون أحلى وأضوى والشغل رح يطلع أنظف. جينا لتثبيت الكونسيلر أو تثبيت خف العيوب. هالخطوة كتير مهمة لأني رح تساعد لي بدمج الألوان بعدين أسهل، رح تساعدني بدمج الألوان أكتر، لأنه إذا جيت هلأ تحس الكونسيلر فيه شوية
تحسي لسه عم تحسي شوي مدبق، فانك تثبتيه بالبودرة وتشتغلي بالالوان بعدين رح يكون كتير اسهل عليكي. لهالخطوة كمان في خيارين، اما تاخدي اللوس باودر او بتجي البودرة الحرة، او انك تاخدي بودرة عادية تبعت الوش مضغوط، او انك تاخدي اي شادو لحمي من لون الجفن. ما عندك اي شادو، بودرة حرة، بتستعملي انت البودرة الحرة، بتفيكي تستعملي البودرة الحرة، او اذا بتحبي تستعملي البودرة العادية كمان ما في اي مشكلة. انا من الاشخاص اللي بيحبوا يستعملوا البودرة العادية، فرح استعمل البودرة العادية. رح اخذ على فرشاي مسطحة، رح استعملها بعدين كمان، وحطها على كل الجفن. وبدك تنتبهي انه لما عم بتحطي البرايمر او لما عم تحطي كريم الاساس قبل الشادو، بدك تنتبهي انه انت عم تجيبيه لاسفل الحاجب، يعني هالمنطقه كلياتها عم بتغطيها، الجفن المتحرك، كسره العين، واسفل الحاجب. اوكي، هلا بالنسبه لظلال العيون، رح استعمل ثلاث الوان. بحس انه هالثلاث الوان هن اساسيات اللي بينبنى عليها اكثر اللوكات بالميك اب. اول لون رح يكون لون فاتح كريمي، بحيث يكون درجتين لثلاث درجات افتح من لون بشرتي، ان كان مات او بلا لمعه، او اذا كان له لمعه ما بيفرق، حسب انت كيف بتحبي. بالنسبة لهذا اللون، إذا حابة تستعملي مش لون مات، من حابة تستعملي لون شمري، فيكي تستعملي الهايلايتر تبعك بدال هذا اللون. اللون الثاني اللي رح استعمله هو اللون أغمق، يكون درجتين أو ثلاثة أغمق، هالمرة أغمق من لون جلدك. هذا رح استعمله على كسرة الجفن، رح أدمجه على كسرة الجفن، رح فرجيكم هلأ كيف رح ندمج بعدين. بما أنه أنا رح أعمل لون يومي، لون يومي، بما أنه رح أعمل لوك لكل يوم، استعملت لون بني دافي. هلأ انتبهي بس ما أنك هلأ فيكي تاخدي بارد كمان ما بيفرق، حسب أنت بالأخير اللوك اللي أنت رايحتي له والألوان اللي عم تستعمليها. بس انتبهي أنه ما تاخدي لون يكون كتير كتير غامق، لأنه دمجه رح يصير صعب عليكي بعدين. هذا كمان لون بيسموه الترانزيشن شيد او اللون الانتقالي. طبعا اذا عم تستعملي عدة الوان، هلا اليوم ما عم نصعب اللوك وما عم نعقده، ولكن اذا انت عم تستعملي بدك تستعملي 5 الوان، بدك تعملي لوك شوي معقد اكثر، بدك تستعملي مثل هذا اللون لحتى تدمجي بقية الالوان عليه. فاذا هذا بسموه اللون الانتقالي، كون درجتين لثلاثة أغمق من لونك انت، من لون جلدك. بالنسبة لهذا اللون فيكي تبدلي ببرونزر بحيث يكون، او مسمر، يفضل انه يكون مات، كمان انك تستعمليه لكسرة الجفن اذا ما عندك مثل هذا اللون. هلا اللون الثالث اللي راح استعمله هو اللون الاساسي، اللون اللي بدي احطه على كامل الجفن. هلا انا بالنسبه للوك اليوم راح استعمل هذا اللون من Urban Decay اسمه Thin. بيكون فضي لمع، فضي فاتح لمع. فيكي تستعملي الوان ثانيه، راح اعطيكي خيارات. ممكن تستعملي لون مثل هذا يكون ذهبي، او فيكي تستعملي لون على بيتش، على مشمشي، هذا كمان لمع كمان كتير حلو. بالاخير بصفي انتي حسب شو لابسة شو حابة تعملي. ما حابة او ما عندك مثل هالالوان، اذا عندك بلاش فيكي كمان انك تستعملي البلاش. هلا بالنسبة للفراشي رح استعمل 3 فراشي. هلا اول فرشاية، وبحسها اكتر شي مهمة، هي فرشاية الدمج. هاي الفرشاية بدي استعملها لأدمج كسرة العين. هلأ إذا بدك تشتري فرشاية واحدة بس، وبده يكون عندك فرشاية واحدة بس للعيون، فبنصح بفرشاية الدمج. برأيي هاي
اكثر فرشاي انت بحاجه الى اكثر فرشاي بتقدري تعملي فيها لوكات اكثر من باقي الفراشي. هلا ثاني فرشاي بتجي البنسل براش او الفرشاي بيقولوا القلم ما بعرف شو اسمه, بيكون على مبدا البلاندينج ولكن كثير 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 صغيره. هاي بدنا نستعملها لادمج تحت خط الرمش. اما الفرشاي الثالثه اللي عم فرجيتكم اياها من الاكثر اهميه للاقل اهميه, الفرشاي الثالثه هي الفرشاي اللي استعملتها من قبل لحتى ثبت الباودر. ما عندك اياها فيكي تسنملي اصبعك بكل سهوله. هاي الفرشاه رح استعملها لحتى احط لون الشادو على الجفن المتحرك. مثل ما قلت ما عندك اياها اصبعك بكل سهوله. هلا رح نبلش اقربكم شوي. رح استعمل اللون الثاني اللي هو بيكون اغمق بدرجتين تقريبا من لون بشرتك ثلاثه, وفرشاه الدمج الدائريه. رح وزع هذا اللون على كسرة الجفن. كسرة الجفن هي محل ما بتبين عندك محل ما بتحسي العظمة, يعني مزحة رفرجيكم بيقفل الفرشاي بهذا هي المنطقة اسمها كسرة الجفن. هلا اذا انت عندك عيون مبطنة الكسرة رح تكون تبعك شوي اوطى, ففيكي شوي تطلعي فوق العظمة لحتى تدمجي اللون. اوكي هلا رح اخذ اللون على الفرشاي, بدي طالع بدي اضربه باصبعتي بالثقل حتى يهرج الزايد من اللون اللي ما بحتاجه, وبدي بلش على كسرة الجفن. بدي انتبه انه امسك الفرشاي من ورا, ما بدي امسكها من قدام. اذا مسكتها من قدام رح يضغط لي اللون, رح يعطيني اللون اقوى. انا بدي اخف لون ممكن وبدي ابني اللون تدريجيا. احسن بالميك اب انك دائما تبلشي من الاقل وتبني للون اللي بدك اياه. ضربت زيادة, بدي روح واجي بهالحركة. بيقولوا لما مثل حركة مساحة السيارة كيف بتروح بتجي يمين يسار يمين يسار, بنفس الطريقة رح روح واجي. بدي انتبه انه ما انزل لتحت كتير لانه رح يسكر لي عيني, رح ينزل لي عيني لتحت. فدائما من هون يعني اذا مسكتي الفرشاي اكتر من هيك ما بدي انزل, اكتر من زي العين ما بدي انزل لانه رح يسكر لي عيني, رح يعمل لي عيوني مثل عيون الناعسات. رح روح واجي مثل ما اتفقنا. خذي دائما وقتك بالدمج, لا تستعجلي, ما في حدا رايح ما في حدا راقد وراكي. لهون وبوقف برجع لقدام. اذا انتبهتوا انا عم ادمج اللون, عم ابنيه شوي شوي. هذا الشيء بيساعد على تحديد العين. ليكو ليكو الفرق بين العينتين كيف هاي مشغولة وكأني محددة أكتر, بينما هاي لا. تنتبهي انه دائما بدك تبلشي من برا لجوا, من برا تحاولي تخصي اللون برا والزايد تحطيه لجوا, تدفشي كأنه اللون دفش لجوا. بدك تركيز اللون اغلبه يكون بهالمنطقة. هلا جيتي مسكتي اللون وحطيتيه وانتبهتي انه اوبس انا حطيت كتير, فيكي بكل بساطة توقفي تاخدي الفرشاي تمسحيه على ما شقفة محرمة, تتخلصي من كل اللون اللي موجود عليها, بتصير عندك الفرشاي نظيفة, وبعدها بتعودي بتدمجي وبتدمجي اللون, ترجعي بتنطفي الفرشاي بتدمجي اللون لوقت ما يخف اللون عندك. وملاحظة صغيرة تانية, بدي انتبه انه ما ادخل لقلب العين كتير من جوا, بدي اوقف تقريبا هون. يعني انا لما كنت عم ادمج من برا لهون تقريبا, وعم وقف على تقريبا تلتين العين. اول التلت الاول عم اتركه فاضي. اذا حابين اللوك يكون شوي سموكي اكتر, رح اخد اللون نفسه لكن رح اغير الفرشاي. رح استعمل فرشاي البنسل او فرشاي القلم, اخد اللون اضرب زيادة وانزل فيه لا تحت جفن العين, ادمجه من تحت.
بدي اعمل كانه ظل لعيني او كاني عم حط اي لاينر، بس انا فعليا ماني حاطه. هالخطوه عن جد كثير حلوه وكثير رح تعطي جماليه للعين. هلا رح انتقل للون اللي بدي احطه على كل الجفن المتحرك. مثل ما قلت انا عم استعمل هذا اللون، بدي استعمل بيقولوا له الشيدر برش، او بتكون الفرشاه المسطحه للظلال. بدي اخذ اللون كمان اضرب زياده لحتى ما يهر، اذا في زيادات ما تهر على جفن عيني. بدي اضغط اللون ضغط، ما بدي اجي يعني انا عم اعمل يعني انا لما عم اخذ اللون عم اعمله هيك، عم اضغط وضغط، ما بدي اجي امسحه على الجفن. بطريقة الضغط او بطريقة الطبطبة حيبين لك اللون اكتر واقوى. بدي انتبه انه ما ادخل لمدمع العين، يعني هالمنطقة بدي اتركها فاضية، وبدي انتبه ايضا اني ما اطلع فوق الكسرة الجفن. هذا اللون راح يضل على الجفن المتحرك، يعني هاي المنطقة، هاي محل ما تحسي عينك. انا رح استعمل فرجيكم نوب الاصبع بين عندكم كمان نفس الشيء بنفس الطريقه. طريقه الطبطبه، ما بدي امسح وما بدي اطلع فوق الكسره بهالشكل. هلا حسيتي انك غلطتي مثلا شوي طلعتي فوق الكسره الجفن، فورا تحسن الفرشاة الدمج تاخدي وتدمجي الاطراف. اوكي هلا الخطوة الاخيرة اللي رح استعمل اللون البيج اللي بيكون افتح بدرجتين تقريبا من لون بشرتي. بدي اخذ هذا اللون بدي احطه على المناطق المضوعة على عيني لحتى ابرزها اكثر، هي منطقة تحت الحاجب ومدمع العين. هلا فيكم تستعملوا فرشايتين اللي استعملتهم من قبل، يا اما تستعملوا البنسل بس تكون نظيفة، او فرشاية الشادو، فرشاية الظلال كمان تكون نظيفة، خصوصي اذا عم تستعملي لون مات بلا لمعة ولون له لمعة. اذا استعملتي اللمعة اول بعدين بنفس الفرشاية استعملتي اللي بلا لمعة، رح يضل اللمعة اللي بقية يعني على الفرشاي رح تطلع على الجفن. هلا انا عندي نفس الفرشاي ولكن رح تنضيفة، رح اخذ اللون اضربه و علم المناطق المضوية عندي اضوية بزيادة وابرزها بزيادة. فيكي تستعملي لون لون له لمعة كمان مثل ما انت بتحبي، ممكن تستعملي الهايلايت اللي بتحطيه لوشك كمان تحطيه تحت حاجبك كمان. هون بقى الشي بيرجع لك خيارك انت. رح امشي فيه من تحت الحاجب شوي لهون وابي مدمع العين. هذا اللوك كثير حلو كثير سهل. هلا رح نحط الماسكارا، رح احط ماسكارا وارجع لكم على الماسكارا، رح يفرق اكثر لسه. ما رح احط ايلاينر اليوم، رح خلي بسيط مثل ما قلنا للمبتدئين. بالنسبه للايلاينر رح اعمل فيديو ثاني على الايلاينر. بالنسبه للماسكارا كمان في فيديو عملته رح يحط لكم الفيديو تحت. هلا رح احط الماسكارا وارجع لكم. فهذا كان اللوك النهائي لفيديو اليوم، بتمنى انكم تكونوا حبيتوه وانه يكون نال اعجابكم. لا تنسوا تشتركوا في القناة اذا كنتوا جداد وحابين، لا تنسوا اذا حبيتوا فيديو تحطوا اعجاب لحتى اعرف، لا تنسوا تكتبوا لي طلباتكم بقسم التعليقات تحت. بتمنى لكم نهار سعيد، لكم مني كل الحب 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 لكم مني كل الحب. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.